بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادة الحضور، أسعدتم مساء. في هذا اليوم نلتقي في رحاب مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات لنناقش موضوع يتعلق بحرية العمل الحزبي في العراق والتنظيم القانوني الموجود حاليا أو الذي نطمح أن يكون عليه الوضع في العمل الحزبي في العراق عموما. لا شك أن الجميع يعلم أن العراق قد مر بمراحل تطور في هذا الميدان بالتحديد، بدءا من نشوء الدولة العراقية والقانون الأساسي لعام 25 الذي ترك نافذة من الحرية للعمل الحزبي، ثم توالت الانقلابات منذ العام 58 وصولا إلى عام 2003 والتغيير الشامل الذي حصل بدخول المحتل الأمريكي والرحلة المكوكية التي خاضها الشعب العراقي مع الاحتلال ومع الكتل السياسية والتوجهات السياسية المختلفة، والتي انتهت بإقرار دستور العراق لعام 2005 والذي تضمن نصا صريحا في المادة 39 بحرية العمل الحزبي أو تأسيس الجمعيات والأحزاب والانضمام إليها، وقرنها الدستور بالتنظيم بقانون، و عرجت المادة 46 على ذلك بالقول أن أي تنظيم لحق أو حرية في الباب الثاني الخاص بالحقوق والحريات ينبغي أن لا يمس جوهر ذلك الحق أو تلك الحرية. وبدأ العمل بالدستور الذي صوت عليه العراقيون في عام 2005، وبدأت معه رحلة مجلس النواب عبر دوراته الثلاثة، وكنا بحاجة إلى إقرار قانون الأحزاب في أسرع وقت ممكن، ولكن بضمانات وصياغة تشريعية دقيقة تكفل هذه الحرية وبنفس الوقت تجنب البلد المخاضات العسيرة التي كان يمر بها بسبب الأزمات المتوالية. إلا أن الملاحظ أن مجلس النواب تباطأ كثيرا في إقرار هذا القانون المهم جدا، ومؤخرا حصل تطور وشهدنا إقرار هذا القانون في عام 2015. هذا القانون نشر بالوقائع العراقية تحت الرقم 36 لعام 2015. يبدو أن المشرع العراقي كان موفقا في بعض مواد هذا القانون، ولكن لنا كمختصين ملاحظات على العديد من مواد ونصوص هذا القانون التي لربما ترك المشرع فيها باب التفسير والتأويل مفتوحا على مصراعيه، الأمر الذي يهدد بمصادرة هذه الحرية
واليوم في مركز آدم وكما يعني تعودنا نرصد تعامل المشرع والسلطات العراقية مع ملف الحقوق والحريات، فارتئينا أنه نعقد هذه الحلقة حول هذا الموضوع المهم، لا سيما ونحن مقبلون على انتخابات في قادم الأيام إن شاء الله لمجالس المحافظات وكذلك لمجلس النواب، وستكون أول انتخابات في ظل إقرار قانون الأحزاب بعد أن ألغي قانون الأحزاب السابق الذي أقره النظام المقبور رقم 30 لسنة 91 الذي كان مجرد حبر على ورق وكان يؤسس لهيمنة حزب البعث المنحل. اليوم نستضيف الأستاذ المساعد الدكتور علي سعد عمران لكي يضعنا في صورة أهم الضمانات التي يفترض بالمشرع العراقي أن يوفرها لهذه الحرية المهمة، وما هي المآخذ التي سجلها هو على هذا القانون، وما هي التوصيات التي يود أن يطرحها على مسامع صاحب القرار أو الممسك بزمام السلطة في العراق. طبعا العمل الحزبي في العراق لعله كان من الإشكاليات الكبيرة التي عايشتها الدولة العراقية كما تفضل دكتور علاء قبل قليل، من بداية ظهور الدولة العراقية وصدور أول دستور في عام 1925 ولحد الآن. العمل الحزبي كان مثار للجدل وللنقاش ما بين فترات ظهرت فيها حالة التعددية الحزبية، ولكن كانت الأحزاب ضعيفة في خلال فترة الحكم الملكي ثم فترة انقطاع لهذه التعددية الحزبية، وظهر لدينا نظام الحزب الواحد في الدولة الذي قاد الدولة العراقية لأكثر من 30 عام. ثم رجعنا بعد تغير النظام السياسي في 2004 في يعني منتصف 2003 وإلى 2004 بصدور أمر سلطة الائتلاف المنحلة في عام 2004 الذي تحدث عن الكيانات السياسية، والتي طبعا دخلت إلى معترك الحياة السياسية في العراق، فظهرت لدينا مجموعة كبيرة من الأحزاب. صدر الدستور العراقي الحالي النافذ دستور 2005، وهو يحمل في المادة 39 البند أولا نصا يقول بحرية الفرد العراقي المواطن العراقي في تأسيس الأحزاب السياسية وفي الانضمام إلى هذه الأحزاب السياسية. كذلك جاء في نفس المادة البند ثانيا مبدأ مهم في القانون وفي الحياة العقلائية للناس، وهو مبدأ حرية الإرادة في الانضمام إلى الحزب، الاستمرار مع هذا الحزب، وعدم جواز إجبار أي شخص على الانضمام إلى حزب معين أو إرغام على الخروج من هذا الحزب. وهذه طبعا نصوص جميلة تتناغم مع الاتجاهات الدولية ودساتير العالم في إقرار هذا المبدأ. المشرع العراقي قال هذه الحرية، حرية تأسيس وتنظيم الأحزاب والاستمرار فيها، تنظم بقانون. هذا القانون كما أسلف زميلنا الدكتور علاء لم يظهر إلى الوجود إلا مؤخرا، وكان يحمل الرقم 36 لعام 2015. إذن صدر هذا القانون في عام 2015، ويفترض نحن القانونيون هكذا أنه الدستور يمثل لنا القانون الأعلى في الدولة، بالتالي عندما يأتي مجلس النواب ويصدر قانون معين في ظل أحكام الدستور يجب أن يكون هذا القانون متناسب ومتلائم مع نصوص الدستور العراقي، لا يخرج عن مضمونه ولا يخرج عن روح هذا الدستور. المشرع العراقي تمكن من إصدار هذا القانون، ولكن هذا القانون فيه طبعا مجموعة من المزايا وترد عليه مجموعة من الملاحظات. في الحقيقة كثيرة هي الملاحظات التي سجلتها بخصوص هذا القانون، ولكني لعله سأمر على أهم هذه الملاحظات التي وردت في هذا القانون لأهمية هذه الملاحظات. ابتداء المشرع العراقي سمى القانون بقانون الأحزاب السياسية تطبيقاً لحكم الدستور، الدستور قال تنظم بقانون، لكن محتوى هذا القانون جاء يسمي الأحزاب والتنظيمات السياسية.
احنا في نطاق القانون، القانونيين دائما نهتم بانه المصطلحات التي في الدستور يجب ان تكون عينها موجوده في القانون، والا كان القانون غير دستوري، يعني يتعارض مع الدستور. هذه الملاحظه لعله الشكليه الاولى التي سابتدئ بها فيما يتعلق بهذا القانون. القانون نظم كيفية تأسيس حزب في العراق، الإجراءات اللي يتطلبها القانون لتأسيس حزب، طلب يقدم من مجموعة من المؤسسين، وبين القانون شروط هؤلاء المؤسسون، وبين شروط من ينتمي إلى الحزب من حيث كونه عراقي وأتم 18 ليصبح عضوا في هذا الحزب. هذا كلام جميل، ولكن هل منع القانون أنه يفتح فرع لحزب موجود خارج العراق وإن كان مؤسس ذلك الحزب عراقيا ولكن خارج العراق في أي دولة أخرى؟ طبعا القانون ما أشار إلى هذه النقطة، وبالتالي يعني لو أخذنا بمفهوم تفسير هذا النص أنه ممكن لشخص أن يفتتح حزب خارج العراق وتفتح له فروع في داخل العراق، لأنه القانون ما عالج هذه الحالة، لا منعها ولا حظرها. وإحنا دائما بالحظر يعني المنع نحتاج إلى نص يوضح لنا أنه هذا الشيء ممنوع، بالتالي من ما ألقى نص معناه أنه هذا الشيء مباح. المشرع العراقي في هذا القانون بيّن أنه هذا القانون يسري على العراق، لكن كردستان، إقليم كردستان سيستثنى من تطبيق قانون الأحزاب. طيب لربما شخص يسأل لي شنو هذا الاستثناء، شنو الدليل؟ الدليل أنه القانون في نهايته ألغى قانونيا قانون اللي أصدر قانون الأحزاب اللي أصدر النظام السابق في عام 1991، وألغى قانون آخر هو قانون اللي صدر عن سلطة الائتلاف، أمر سلطة الائتلاف اللي صدر في عام 2004. ذن اثنينهن ألغاهن، وقانون الأحزاب السياسية وتمويل الأحزاب السياسية في كردستان ما ألغي. هذا القانون في كردستان لا يزال نافذ، وهو يحمل الرقم 17 لعام 1993، وفي عام 2014 صدر قرار عن رئيس إقليم كردستان بإعادة العمل بهذا القانون، قانون الأحزاب السياسية في إقليم كردستان. القانون أيضا من الملاحظات اللي قد ترد عليه في هذا الجانب، في جانب التنظيم، بيّن أنه مؤسس الحزب شرط الأول يشترط فيه أن يكون عراقي، وأطلق الأمر. طيب كيف نحدد من هو العراقي؟ العراقي إذا قلنا أنه يشترط في مؤسس الحزب أن يكون عراقي، معناه العراقي الأصلي، عراقي بالدم، والعراقي المتجنس، يعني شخص يجي من خارج العراق هو مو عراقي ولكن يطلب أنه الجنسية العراقية، يقدم طلب إلى وزير الداخلية وفق الإجراءات اللي ينظمها قانون الجنسية ويصبح عراقي. بعض الدول وحتى القوانين، قوانين الأحزاب السياسية في العراق السابقة، تشترط في مؤسس الحزب أن يكون عراقي أو متجنس بالجنسية العراقية مضى على تجنسه من 5 إلى 10 سنوات. هذا كان في قوانيننا السابقة وفي قوانين الدول الأخرى، مصر واليمن والأردن وإلى آخره. إحنا القانون العراقي ما أوجد لنا هذا الشرط، بالتالي أنا اليوم لو قدمت طلب وباكر صدر لي قرار، فرضت أنا مو عراقي واليوم قدمت طلب أريد أحصل الجنسية العراقية، باكر فعلا صدر لي قرار بمنح الجنسية، عقب باكر أقدر أقدم طلب لتأسيس حزب. طيب هنا أنا راح يصير سؤال، انه هسه احنا نشوف يعني ما شاء الله احيانا بعض السياسيين اللي هم عراقي بالولاده ودنشوف شلون يتعاملوا ويا وضع البلد. طيب انا من اجيب شخص هو مو ابن البلد، بمجرد مر عليه يوم واحد اكتسب جنسيه هذا البلد، شلون راح يقدر ودخل حزبه للمعترك السياسي، شلون راح يقدر يعرف هموم الناس، ما يحتاجون الناس؟ لان الحزب صح هو هدف الوصول للسلطه، ولكن في المقابل شلون يصل للسلطة؟ لازم يرضي الناس، الناخبين، نحن نسميهم الناخبين، يعني أنا وحضراتكم إحنا ناخبين، بالتالي لازم يقدم لنا خدمات هذا الحزب حتى إحنا نقتنع أنه لازم هذا الحزب يبقى بالسلطة في سبيل الخدمات اللي يقدم لنا تبقى متوفرة، يعني حقق لي بمعنى آخر مصلحة عامة.
طيب هيك حزب بهيك مؤسس شو راح يحقق لي مصلحة عامة وهو ما يعرف شنو اللي يحتاج العراق ابتداء؟ هذه واحدة من الملاحظات اللي ترد على هذا القانون. القانون أيضا تكلم في مسألة مهمة وهي بالحقيقة محل ومثار جدل مو فقط في العراق، في بقية دول العالم. القانون أشار أنه الأحزاب السياسية كل حزب يسجل في دائرة شؤون الأحزاب وتصدر له شهادة تأسيس ويكتسب الشخصية المعنوية، يعتبر هذا الحزب ممول مركزيا من ميزانية العراق، من الميزانية الاتحادية. طبعا هذا النص خطير جدا لعدة أسباب. لعله أول سبب، إحنا الآن العراق ما شاء الله كنا نعرف يمر بأزمة اقتصادية يعني جدا قوية، بالتالي إيش قد راح نخصص لهذا الحزب من تمويل؟ هذا طبعا النص ما ذكره. هذا واحد. اثنين، القانون في تمويل الأحزاب مركزيا راح ينطي هيمنة للأحزاب الكبيرة على الأحزاب الصغيرة. ليش؟ القانون قال الأحزاب الكبيرة اللي يعني تحصل على نسبة مقاعد أكثر ممكن أن تمول بطريقين. طبعا القانون ما شالها صراحة وإنما في نصوص متفرقة، يعني من وضع هذا النص كان شاطر بحيث يغيب الفكرة، تلقاها بنص وبعد 5-6 مواد تلقى نص آخر يحكي عن التنظيم والتمويل، تمويل الحزب ماليا. الحزب راح يأخذ ميزانية من ميزانية الدولة. بعد أجاز القانون للوزير المختص أن يقدم هبات وتبرعات للأحزاب السياسية إذا كان هذه الوزارة اللي هو ماسكها ما ممولة ذاتيا، فصار ممكن الحزب يحصل على نوع من التمويل، تمويل من ميزانية الدولة باعتباره شنو حزب شخصية قانونية، وتمويل آخر من وزير هو يخليه الحزب، وزير دفاع، وزير داخلية، وزير النفط، وزير الكهرباء إلى آخره، في المادة 43 اللي تتعلق بتمويل الأحزاب ماليا. فانطى من جانب تمويله من السلطة عفوا من الميزانية الاتحادية، واثنين انطى للوزير أنه يدفع إعانات لهذا الحزب. بالتالي الأحزاب الكبيرة ستأخذ حصة كبيرة من المال العام. المشكلة أنه إحنا نحكي عن المال العام، المال العام اللي الدستور العراقي انطاه حرمة، لا يجوز المساس بالمال العام إلا لضرورات تقتضيها ضرورة التشريع. الشيء الآخر اللي راح يتعارض ويا حرية العمل الحزبي، ملاحظة الأخرى، القانون اشترط في المادة 8 من شروط التأسيس، تأسيس الحزب والانضمام للحزب، أنه الحزب رئيسا ومؤسسين وأعضاء يجب أن لا يكونوا معتنقين لأي فكرة تتعارض مع أفكار الدستور. شلون يعني مع أفكار الدستور؟ خلنا نأخذ مثال. إحنا الآن هسه لعله القاعدين في هذه الحلقة العلمية كثير من عندنا ما مقتنع بفكرة الدولة الفيدرالية، حتى الآن الأحزاب الموجودة في السلطة سواء كانت الأحزاب العربية أو الأحزاب الكردية، لعله بعض الاتجاهات عند الأكراد والأحزاب العربية ترفض المبدأ فكرة الدولة الفيدرالية، يعتبروها تقسيم. هسه احنا يعتبروها تقسيم، صحيحة هالفكرة مو صحيحة احنا مو في نقاشها، لكن في نقاش هذه الفكرة أنا اليوم ما أعتقد أنه أكو حاجة للدولة الفيدرالية، فأجي أسس حزب أريد أثقف ضد الدولة الفيدرالية. هذا النص يقول أنت ممنوع تشتغل كحزب سياسي. ليش؟ لأنه أنت عندك فكرة تتعارض مع أفكار الدستور. إذن أخوان هذا النص راح يقيد لي من هذه الحرية، حرية العمل الحزبي. وهذا يذكرنا بنص ورد في قانون الأحزاب السياسية اللي صدر في أيام النظام السابق في عام 91. النظام السابق تعرفون حضراتكم يعني عندما استولى على السلطة في 68 وخصوصا عندما صعد عبد الله المؤمن المقبور إلى نظام الحكم في عام 79، يمكن شكل
يعني حضراتكم تتذكرون فالجبهة سماها الجبهة القومية، تمام، الجبهة الوطنية، ضم بها الأحزاب، حزب الدعوة والحزب الشيوعي، يعني في وقتها كان يدعوهم للانضمام. إيه بعدين إجا وقام يصفي الأحزاب إلى أن بقى الحزب الحاكم. بعد أحداث التسعين سووا قانون، هذا القانون إيش خلوا به نص؟ أنه أيضا ممنوع أي حزب يتبنى أفكار تتعارض مع ثورة 17-30 تموز المجيدة وتتعارض مع دستور العراق دستور 70. فهذا النص وكأنه نقل من ذلك القانون إلى هذا القانون، فهذا راح يقيد لي بصورة جدا قوية وملحوظة مسألة العمل الحزبي. القانون أيضا من الملاحظات لعله اللي ترد عليه، اشترط أنه في كل حزب يجب أن لا يكون لديه جناح عسكري أو شبه عسكري، لأنه التنظيم العسكري مع العمل السياسي ممنوع في الدستور، والآن القانون يقر بهذا المنع. طيب واقع الحال شو يقول لنا؟ يعني هذا النص ممكن يطبق؟ إذا طبقنا هذا النص يمكن كل الأحزاب اللي الآن مسجلة في دار شؤون الأحزاب لازم كلها يحلوها، يرفضون تأسيسها، والقائم من عندها لازم يحل. إذن لازم إحنا نكيف الوضع القانوني نقاربه مع الواقع العملي في هذه الحالة. أيضا لدينا من الملاحظات الأخرى التي لعله ستقيد من حرية العمل الحزبي، أنه المشرع اشترط في مؤسس الحزب وقيادات الحزب يعني المؤسسين اشترط فيه أن يكون حاصل على شهادة جامعية أولية بكالوريوس في أي مجال، في القانون، في الاقتصاد، في الطب إلى آخره. هذا الشرط يتعارض مع شرط ورد وين؟ في قانون الانتخابات. قانون الانتخابات يقول عضو أو المرشح لعضوية مجلس النواب يكفي أن يكون حاصل على شهادة الإعدادية أو ما يعادلها، في حين هذا القانون شو يقول لي؟ لا، لازم عند المؤسس وأعضاء المؤسسين الآخرين لديه ماذا؟ شهادة على الأقل بكالوريوس. فحصل عندي تعارض بين قانونين عملهن واحد، الانتخابات والأحزاب السياسية. إضافة إلى كل هذا الكلام، المشرع إجا وعالج موضوع حل الحزب، قال الحزب إذا يرتكب مجموعة من الأفعال، إجا القانون عددها، إذا يعني أخل بموضوع التمويل، أخذ أموال من مصادر خارجية خلاف القانون، وإذا إجا هذا الحزب وشكل تنظيم عسكري أو جاء بميليشيات وأصبحت تدافع عن هذا الحزب، إذا خالف أحكام الدستور، في كل هذه الأمور إجا المشرع وقال هذا الحزب يحل حلا قضائيا، يعني يصدر قرار من المحكمة وهي المحكمة الاتحادية العليا بحل هذا الحزب. طيب لو صدر هذا القرار قرار الحل والحزب ما حل نفسه، وإحنا في عالم اليوم في المحاكم الأخوة المحامين يعرفون تصدر كثير أحكام من المحاكم، محاكم الشرعية، محاكم المدنية، محكمة البداءة، ويروح إلى دارة التنفيذ وما يتنفذ هذا الحكم. طيب شنو الحل؟ شنو اللي نسوي؟ المشرع سكت ما بين أنه إذا امتنع هذا الحزب عن تنفيذ حكم القضاء شنو اللي راح، هل ينفذ رغما عنه؟ طيب إذا نفذنا رغما عنه أموال هذا الحزب أين ستذهب؟ إلى حزب آخر؟ من هو هذا الحزب الآخر؟ من يحدده؟ القضاء أم دائرة شؤون الأحزاب ستحدد هذا الحزب الآخر؟ فهذه إخوان مجموعة لعلهم من الملاحظات، ملاحظات الكثيرة التي وردت في هذا القانون. بقي لعله ملاحظة واحدة مهمة لأنها تتعلق بالتمويل المالي للحزب. هذه الملاحظة القانون أشار أنه الحزب، كل حزب سياسي يؤسس في العراق ممنوع عليه أنه يأخذ أي أموال من أي دولة خارجية أو شخص خارج العراق أو أي منظمة خارج العراق، منعه. زين إجا بعدين مشرع بالمادة أعتقد 37 وقال يجوز للحزب أنه يتلقى أموال ومعونات
من خارج العراق ومن أحزاب أو شخصيات من خارج العراق بشرط موافقة دائرة الأحزاب اللي تشكل في مفوضية الانتخابات. طيب هنا الحل شنو؟ حصل عندي تعارض في معالجة موضوع واحد هو موضوع التمويل، تمويل هذا الحزب. احنا من جهة المشرع يريد يمنع ارتباط الحزب بأي أجندة خارجية، ومن جهة أخرى وافق على نفس الفكرة لكن بموافقة الدائرة، دائرة شؤون الأحزاب. الآن نفتح باب الحوار والنقاش والمداخلات من قبل السادة الحضور. بعض الملاحظات أذكرها، بعض الملاحظات أنت تفضلتوا فيها، من جملته هو عنوان القانون. احنا نريد ننظم العمل السياسي، القانون قال تنظيم العمل الحزبي. احنا عندنا تيارات، عندنا جمعيات، عندنا حركات، عندنا منظمات. فإذا يفترض القانون كان يلحظ اللفتة هذه، يعني عندنا تيار الإصلاح، عندنا تيار الأحرار، مو حزاب ذولا. النقطة الأخرى في الواقع ما يرتبط بالكوتة النسائية. القانون البرلمان يفترض 25%. زين، هو مقدمة البرلمان العمل الحزبي، العمل السياسي، فيفترض أن تكون كوتة موجودة في التشكيلات الحزبية السياسية. حسب الظاهر لم يشر إلها القانون، أو إذا أشار إلها أشار بشكل خجول مع مراعاة نسبة النساء، ما ذكر النسبة. نعم أحسنت، لاحظت شلون؟ فما ذكر، في حين في قانون البرلمان أن يكون 25% من نسبة الأعضاء. ما يرتبط بالنسبة للميزانية، الميزانية أنا ما لاحظت بالقانون أن الوزير يمول تمويل مرتين، مرة بشكل عام 20% للأحزاب التي حصلت على الإجازة، مرة ثانية يمول الحزب على عدد المقاعد اللي عنده، يعني يكافئ القوي، مرة ياخذ حصته مثل البقية والنوب ياخذ باعتبار عنده مقاعد. وهذا فد إشكال، هذا معناه تكريس للقوي، هذا معناه حذف للأحزاب الناشئة. النقطة الأخرى بالنسبة للتعارض اللي موجود، أكو تعارض أنتوا ذكرتوه بالنسبة إلى العمر 25 سنة، عفوا بالنسبة إلى الشهادة. فنائب عندكم إعدادية، زعيم الحزب أو مؤسسي الحزب يكون عندهم بكالوريوس. أكو نفس التعارض بالنسبة للأعمار، 25 سنة زعيم الحزب والمؤسسين، بينما ما يدخل للبرلمان إلا عمره 30 سنة. هذا هم تعارض مشكل. القانون أقر في سنة 2015، هل هنالك إمكانية للتعديل على هذا القانون أم مجرد هذه ملاحظات وتسيير ويبقى القانون على ما هو عليه؟ الملاحظات اللي أشارها إلى الباحث وكذلك الأستاذ ملاحظات مهمة ودقيقة، هل لا زال هنالك إمكانية للتغيير أم أنه يعتبر قانون نافذ؟ يعني أعتقد أنه القضية ما غايبة عن الأذهان بأنه القانون الآن في العراق هو على الورق ويطبق في المناطق الضعيفة أو المناطق التي لا توجد فيها تداخلات سياسية أو لا توجد فيها أظهر سياسية، يطبق على الضعيف فقط. يعني مشكلة حقيقة إذا هذه الثقافة استمرت إلى فترة مقبلة قد ينشأ لدينا تمرد بشكل خفي، وقد تنشأ لدينا جهات مسلحة كما في السابق، لأنه دائما الظلامة تبحث عن من يسمعها، وإذا لم تجد من يسمعها ستذهب بالطريق اللا عودة. يعني حسب معلوماتي أنه في يوم 12/12 لازم يكون القانون هذا نافذ ويطبق على جميع الأحزاب. 12/12/2016 يجب أن تكون كل الأحزاب مسجلة، وما عداها يجب أن تغلق هذه الأحزاب إذا لم تكن قد سجلت في دائرة الأحزاب في المفوضية. فيما لم تسجل هذه الأحزاب، من سيتولى تطبيق القانون عليها ومن سينفذ هذا القانون؟ هذا السؤال الأول دكتور علي. الشيء الأخير الذي ما أريد أطيل أيضا عن الأخوان، حقيقة قضية الأحزاب أنا أعتبرها خطوة جيدة رغم أنه فيها فوات، لكن خلي نبدأ خطوة بدل ما تكون هاي الفوضى بهالطريقة. خلي نبدأ خطوة بشيء اسمه قانون الأحزاب، تنظيم العمل السياسي. أن تصل متأخرا خير من عدم الوصول، عسى ولعل أنه نبني فد شيء.
لكن المشكلة الآن نقطة البداية. نحن نعلم أن كل الانطلاقات في الرياضات البدنية أو السباقات تبدأ بانطلاقة واحدة، لكن أن تأتي لأحزاب مسافات شاسعة بينها وبون شاسع بالميزانية بالأموال، من يملك السلطة من لا يملك السلطة، تجي تطبق هذا القانون علي في هذا الوضع، أنا باعتقادي أنت أجيت كيفت الوضع على الأحزاب الموجودة، راح يبقى الفقير فقير والغني سيزداد غنى. فقط تساؤل بسيط، أنه ما أعلنت لجنة المجتمع المدني في البرلمان العراقي قبل أعتقد 3 أسابيع، أنه لحد تاريخ 12-12 يعني من نهاية هذا العام أعتقد أنه تنتهي يعني صلاحية الأحزاب. في حال تسجيل هذه الأحزاب أو مرة أخرى الأحزاب اللي بعد هذا التاريخ، يعني هل ممكن أن تسجل أو أنه ينتهي التسجيل لغاية هذا التاريخ؟ مسألة التمويل، بعد الاطلاع على قوانين باقي الدول وجدنا أنه مسألة التمويل بنسبة معينة من ميزانية موازنة الدولة أو ميزانية الميزانية الاتحادية مسألة طبيعية موجودة في باقي الدول في قانون الأحزاب بالذات. تحديد النسبة أولا يخضع لمسائل، أولا أنهم دائرة الأحزاب اللي موجودة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي اللي تحدد النسبة، ولرئاسة الوزراء ولوزارة المالية رفض هذه النسبة أو قبولها. مسألة تحديد النسبة هو للتشجيع الأحزاب على ممارسة عملها وتقويتها وعدم السماح لها بالدخول بمضاربات تجارية والاعتماد على دعم الدولة لها بمقدار معين. طبعا بالقانون موجودة، هي موجودة لأنه الأبواب اللي ممكن أنه الأحزاب تعمل بها في مجال التجارة بأبواب معينة. أعتقد أنه السبب كان هو أنه الأحزاب عندها شركات وهيئات اقتصادية، فردنا أنه نضع حد لهذه المشكلة أنه منعنا عليهم كثير من الممارسات التجارية، وقلنا أنه الدولة في حال استقرارها تحدد نسبة معينة لدعم الأحزاب. أما بالنسبة أنه لتحديد النسبة، كانت الرغبة بأن تكون 30% للأحزاب الصغيرة و 70% للأحزاب الكبيرة حسب نسبة التمثيل. هو من باب التشجيع من أجل تقديم ما هو أفضل للمواطن، حتى أنه الناس تنطيك أكثر أصوات حتى تقدر توصل. وبالنسبة للأحزاب الجديدة من باب يعني أنه تخليها تبدي، إحنا ذا بقينا أنه ندعم بس الأحزاب اللي وصلت للسلطة، بذيش الساعة ما راح نأسس لوجود أحزاب جديدة. لكنما لما ننطينا 30% وبعدين هي صارت 20% للأحزاب الجديدة، حتى أنه مثل ما تقول تنتج أفكار جديدة وشخصيات جديدة. مسألة الأيديولوجيات اللي تحدث عنها الدكتور في ورقة البحثية، القانون حددها أنه الأفكار التطرفية، الأفكار التكفيرية، هاي اللي هي ممنوعة، اللي هي يمنع على أساسها تشكيل الأحزاب، مو أنه الأفكار أنه أنا عرض فد مسألة معينة من الممكن أنه تتغير أو قناعات معينة من الممكن أنه تتغير إذا ما كانت بها مضرة الإنسانية، ما تستهدف طائفة دون أخرى بمسألة التكفير، هاي موجودة بالقانون. فيما يخص أنه عمر مؤسس الحزب، كانت وجهة النظر على أن يكون عمر مؤسس الحزب أسوة بعمر مرشح عضو مجلس النواب 30 سنة، لكنما بعد أن استلمت لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية فكرة ومقترح منظمات المجتمع المدني بأنه ينزل العمر من 30 إلى 25 سنة حتى ننطي فرصة، يعني أساس الفكرة قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، لكنها فكرة مؤسسات المجتمع المدني اللي تبنيناها كلجنة. منظمات المجتمع المدني ايش قالوا؟ قالوا انه احنا ننطي مجال الشباب يكملون دراستهم، وبعد ان ينتهي من الدراسة يدخل معترك الحياة وينضج، حتى نأتي باشخاص قادرين على ادارة دفة الحكم او قادرين على بناء دولة بصورة صحيحة، مو انه اجيب لي شاب مثل ما تقول بعد ما ناضج افكاره. وكذلك ليس شرطا ان يكون مؤسس الحزب مرشح للانتخابات، حتى نشترط بان يكون مؤسس الحزب عمره 30 سنة حتى انه يقدر يدخل القبة البرلمان، هاي المسألة مو مشروطة. يعني ممكن أن يكون مؤسس الحزب عمره 25 سنة، لكن ما الأعضاء المنتمين قد يكون 60 سنة، فهاي المسألة مو مشروطة. مسألة حل الحزب، في حال صدور قرار قضائي بالحل، توجد نهاية هذا القانون دكتور،
عقوبات للي خالف هذا القانون. لما يتخذ قرار بحل الحزب من قبل السلطة القضائية أو أن يحل الحزب نفسه بنفسه يعني يحل تلقائيا، هناك عقوبات هي موجودة، قد تكون كافية وقد تكون غير كافية. وفيما يخص المادة 43، أتمنى أنه نطلع لنص المادة بنص القانون بالوقائع العراقية اللي تقول أنه الوزير يدعم، وتحدد لي يا وزير وطريقة الدعم. ومع هذا أتمنى أنه نطلع ليها بالنص اللي موجود بالوقائع العراقية. ما أعتقد أنه هذا الشيء موجود بالشكل اللي قد يتصور البعض، يجوز أنه كانت فكرتك غير فكرة لكنها ما قد تفهم بشكل آخر على أنه وزير يدعم. هناك فقرة أو ما يعني ما أتذكر بالضبط فقرة أو مادة بالقانون لمن تؤول أموال الحزب، حددها القانون. أما أن يكون وفق النظام الداخلي للحزب نفسه أنه في حالة حل الحزب تؤول الأموال إلى الحزب القريب من أفكاره أو الحزب الفلاني يسمي الحزب نفسه، أو تقول لمن دائرة الأحزاب، هاي وبناءنا راح تكون على قرار قضائي أو وفق النظام الداخلي اللي كاتبه الحزب. النظام الداخلي ما راح يكون عبطي بحيث أنه رئيس الحزب يكتب بالشكل اللي يريده، لا، القانون وضع كثير من القيود والشروط وانطى مجال معين لكتابة النظام الداخلي بشرط أن لا يتعارض مع هذا القانون ولا مع الدستور ولا مع القوانين النافذة. سبب استقبال الأموال وعدم إرسالها، تشوفون أنه بالفترة الماضية من الممكن أنه أو أنه البعض قاموا بتهريب أموال من العراق باسم وزراء ومسؤولين أحزاب، كان الهدف من عندها هو وضع حد لتهريب الأموال خارج العراق، لذلك قلنا ما يتم إرسال الأموال إلى خارج العراق خوفا من قضية غسيل الأموال والتهريب. بالنسبة للكوتة، كانت رغبة لجنة مؤسسات المجتمع المدني النيابية بأن تكون أسوة بقانون المفوضية الانتخابات، كون أنه نقول أن العملية السياسية عرجاء إن لم يكن هناك قانون أحزاب، نوجد قانون الانتخابات قبلها، ردنا 25%، لكنما بضغط الأحزاب السياسية لم تتحقق. رغم هذا ضمننا بأنه الأحزاب راح تكون مضطرة أن تأتي ب 25% تمثيل نساء لأنه مضطر للدخول بالعملية السياسية والمشاركة بالانتخابات بنسبة 25%، وبالتالي هي سالبة بانتفاء الموضوع، يتوجب عليهم أنه يخلون 25% لأن راح يضطرون بقانون الانتخابات يخلون 25. رغم أنه رفضوها بالقانون، الأحزاب داخل مجلس النواب رفضت هذا الشيء وما قدرنا نثنيها عن هذا القرار بصراحة، لكنما ستكون مضطرة عند المشاركة بالانتخابات بأن تضع كوتا نسائية 25%. بالنسبة للتعديل، أعتقد أنه أحد الأخوة يمكن الأخ أبو مصطفى طرح موضوع التعديل، تعديل الدستور أو تعديل القانون. مسألة التعديل بالقوانين تختلف عن الدساتير، الدساتير هناك أنواع منها الجامد ومنها المرن، والأساتذة مثل ما يقول أكثر تخصص مني بهذا الموضوع. القوانين تختلف، القوانين الممكن تعديلها بسهولة. فيما يتعلق بالكوتا النسائية، أعتقد الأستاذ يعني بيّن الموضوع، ولكن أنا مع ذلك أحب أشر إلى قضية أنه اللي تفضل بالأخ أيضا ما ملزم، يعني قد الحزب هو ما يخلي نساء، ما يخلي كوتا نسائية، بس من يريد يدخل ويدخل الانتخابات قد يتحالف مع حزب آخر بكوتا نسائية، بس هو ما يخلي في نظام الداخلي عدد معين للنساء، فما عنده إلزام بهالجانب. موضوع التمويل أيضا يمكن هو الأخ ما أدري يعني يقول لي انه شلون الوزارة ممولة مركزيا او وزير يدعم، مو ينطي تمويل، يعطي اعانة. اكو باب في هذا القانون اسمه باب الاعانات، اكو تمويل من الميزانية العامة للدولة، اكو باب الاعانات، مين الحزب ممكن يحصل اعانات، اجى القانون عددها، واحدة من عدها هي الوزارات المركزية يعني الاتحادية، الوزارات الاتحادية ممكن أن تقدم إعانات إلى الأحزاب، وهذا موجود في نص القانون. فيما يتعلق بالمداخلات التي أفاض بها الأخوة كانت تصف في صلب الموضوع وفي يعني إعطاء صورة واضحة لهذا القانون، لكن أنا أقول أنه لو وضعنا قانون 36 سنة 2015 في ميزان العدل والعدالة وحقوق الإنسان لكان مرجوحا وليس راجحا، إذ إن هذا القانون ينتهك حقوق الإنسان جهارا نهارا وغير دستوري بميزان المادة 46 التي تقول أي تنظيم لحق أو حرية يجب أن لا يصادر أصل الحق أو الحرية، وهذا القانون
وخذوها مني كلمة، يصادر أصل حرية العمل الحزبي في العراق، والدليل على ذلك كثير. هذا القانون لم ينظر إلى الحزب كحزب، وإنما نظر إلى الحزب على أنه واقع حال، وأسس لحكم القوي، وأسس لحكم الأحزاب المتنفذة التي هي تمسك زمام السلطة وتمسك المال وتمسك الأسلحة الآن التي موجودة في الشارع. وبالتالي هذا القانون لو جئنا إلى مسألة أنه التي أشار إليها السيد مناضل أنه الأيديولوجية، أيديولوجية أي حزب يجب أن لا تتنافى مع الدستور، لا تتنافى مع الدستور. طيب أنا أريد أن أشكل حزب معين يدافع عن حقوق الحيوان أو يدافع عن حقوق عن البيئة أو ما إلى ذلك. طيب هذا الكلام أردنا قانون يبيح لهذه الحرية، وأستطيع أنه أسس لهذا الحزب. مسألة العمر التي أشار لها أيضا السيد مناضل، أنا أقول أنه في سويسرا من يريد أن يشكل حزبا حتى لو كان عمره 18 سنة يجوز لذلك، لكن في سويسرا من ينتخبون؟ من ينتخبون كشعب عندما لديهم ثقافة؟ لا ينتخبون إلا صالحين من الناس الذين لديهم مؤهلات حقيقية لكي يكونوا جزءا من مجلس الكونتانات أو مجلس الشيوخ السويسري. مسألة التمويل الحزب، وقال أنه مسألة، نعم هي فعلا مقررة في أغلب دول العالم ومنها ألمانيا مثلا على سبيل المثال وهي دولة ديمقراطية، لكن أنا أقول هل تقاعد البرلمانيين مسألة طبيعية؟ مسألة طبيعية؟ كل دول العالم لا تعطي تقاعد البرلماني لأنه مكلف بخدمة عامة وليس موظف. في نهاية هذه الحلقة النقاشية لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكر جزيل لجميع من حضر، لجميع من ناقش، لجميع من أبدأ مداخلته، على أمل اللقاء بكم في حلقات نقاشية قادمة. أستودعكم الله وأسترعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.